أنا خايفة يا حلمي. متخافيش، محمود مستنيكوا تحت. محمود انت واثق فيه؟ واثق فيه يا حنان، واثق فيه. لا يقول لي رحيم. واثق فيه. محمود عمره ما اشتغل مع رحيم. طول الوقت كان بيشتغل معايا انا بس. يلا. طيب يا حنان يا ماما خليه يبعد. سكتي بنتك وانا قسما بالله ازعلها عليك وقت. لا 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 لا، انتوا عايزين مننا ايه؟ ما تسيبونا في حالنا. الله، عايزين مننا ايه؟ هسيبكم احنا بقى في بيننا دم؟ دم؟ انتوا اللي عملتوا الدم مش احنا. انتوا اللي ما رعيتوش العشر. طب احنا ولاد كلب رنا، زياد ذنبه ايه؟ زياد ما كانش يدعى بأي حاجة، هو الوحيد اللي كان بره الحدوتة، ولما دخل الحدوتة مات. عارف انا يرضيني يا حنان ان انا احرق قلب حلمي على بنته طول عمره عشان يحس باللي انا حاسس بيه دلوقتي. ابعد عننا بقى، ابعد عننا. عايز مننا ايه؟ حلمي فين؟ معرفش. حلمي فين يا حنان؟ معرفش. سيد، سيبهم يا سيد، سيبهم. تعايز مني ايه؟ انا مش هسيبهم غير لما اعرف حلمي فين. انا هوصل له واخد منه حق زياد، بس مش بالطريقه دي. نعم يا اخويا. انت مين انت عشان تقول لي انا اعمل ايه وما اعملش ايه؟ انت مين اصلا تقرب ايه لزياد؟ تعرفوا منين عشان تحدد مين يجيب حقه؟ هو انت اللي ربيته؟ شفته هو بيكبر قصاد عينيكوا بيبقى راجل؟ انت كنت مرمي في السجن وقبلها بتجري على حالك. انا والحب اللي عشنا معاه كنت بقى جنبه في حزنه ومرضه. أنا كنت أبوه. أنت مين؟ أنا السبب يا سيد، أنا السبب في موت زياد وموت عزة وعذاب رحاب معاك. أنا السبب في كل أذية حصلت للعيلة دي، علشان كده أنا اللي لازم أصلح الغلط بنفسي مش أي حد تاني. هات يا سيد. ايه؟ اوعى تكون مستنيني انا اشكرك. لا، مش مستنيها منك، بس اللي انا عايز اعرفه ليه حلمي عمل كده؟ ليه استنى كل ده بعد اللي حصل في القصر؟ انا قلت لهم على الحقيقه، قلت لهم اللي حصل بيننا. ايه؟ قلت لهم ان انا اتظلمت؟ انت اتظلمت، لكن اخوك مش مظلوم. هشام
هشام ايه دخله باللي حصل؟ يا سلام، انت ما تعرفش اخوك عمل ايه؟ عمل ايه؟ هشام في ايه يا رحيم؟ في ايه يا رحيم؟ الله 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 الله، ليه ما حكيتلي على عملته معاها؟ وانت صدقتها؟ بتعمل حوار عشان توقع بيني وبينك؟ دي الحاجة الوحيدة اللي كانت ناقصة عشان افهم حلمي عمل معايا كده ليه؟ انا ما عملتش حاجة. اخرس! بس قول لي يا رحيم في ايه طيب؟ قول لابوك عملت ايه؟ ريم حامل من هشام. يا لهوي، حامل منك؟ الكلام اللي انا بسمعه ده مظبوط يا انت؟ رد عليا! مظبوط الكلام ده؟ انت بره يا ده. لم هدومك وغور وسيب البيت ده ما اشوفش وشك هنا تاني بره. تعالى هنا، انت رايح فين؟ يعني يعني انت يعني تعالى هنا أبي الله ونعم الوكيل فيك يا هشام. اتخطفوا؟ اتخطفوا ازاي؟ انت في ثلاثة طلعوا بسلاح ما عرفتش اتصرف معاهم. امال انا بعتك معاهم ليه؟ ما عرفتش اعمل ايه؟ مين؟ مين اللي خطفه؟ ما عرفوش. ابراهيم مفيش غير رحيم. محمود خليك برا القصر، محدش يدخل ولا يخرج منه. يلا في مراتي وبنتي يا رحيم. هي وصلت بك الندالة إنك تخطف مراتي وبنتي؟ أنا ما خطفتش مراتك وبنتك، أنا خلصتهم من إيد اللي خطفوه. مراتك وبنتك دول بنت ومرات صاحب عمري. مش الواد اللي لسه خارج من شوية ده اللي انت بعته يقتل أمينة؟ أمينة تستاهل الموت ألف مرة. وليه ما قلتليش؟ أكيد كنت هتكشف حاجة أنت مخبيها عليا. الورق. أنا بعت الورق لأمينة بعد ما خسرت كل حاجة. ملقتش لا أنا ولا مراتي ولا بنتي فلوس حتى ناكل بيها. لقيت أمينة بتتصل بيا وعايزة تقابلني. أنا كنت رايح عشان أقتلها، لقيتها بتستقبلني بشيك وباتفاق. قالت لي إن في واحد من اللي كانوا شغالين معاك في تهريب الفلوس بيدور على ورق. عزة منصور؟ ما قالتليش على اسمه. هي كمان ما تعرفش أهمية الورق ده. الحكاية كلها إنها بعت ورق قصاد فلوس، وأنا كمان كنت عايز أقف على رجلي من تاني، والورق نفسه ما كانش له أي أهمية طول ما أنت في السجن، وإحنا كلنا كنا عارفين إنك عمرك ما تطلع منه. وما قلتليش ليه وقتها لما خرجت؟ ما كانش نفسي تخلص كده يا صاحبي. وأنا كمان يا رحيم ما كنتش عايزة تخلص كده. لكن يا صاحبي اللي عاش عشتنا لازم تبقى دي النهاية. يا واطي يا كلب! حلمي! هشام! انت مجنون! يا واطي! هشام! انت كويس يا هشام؟ ليه كده يا حلمي؟ ليه؟ اجيب حقيبة انت يا رحيم! طب وحقي زياد؟ حقي زياد انا اللي هجيبه يا رحيم! لا يا رحاب، كفايه دم! وحقي زياد يا رحيم! حقي زياد هنجيبه.
بس من غير دم. الو احمد بيت ديب. خد بالك من حنان وريم. حنان وريم ورحيم. يلا بينا يا رحيم، مفيش وقت، حياتك في خطر. وايه اللي بيحصل ده؟ انا رائد خالد علي، وانت كان عارفك. انا مش همشي من هنا غير لما اعرف مين دول. دول الناس اللي عايزين منك 700 مليون. وانت عارف مين اللي ورا موضوع ال 700 مليون؟ مش مهم الكلام دلوقتي، اكمل كلامنا في العربيه. حياه الدكتوره داليا في خطر.